نتائج جلسة استجواب محافظ بغداد علي التميمي من قبل كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة على خلفية بعض الخروقات المالية والإدارية بسبب استمرار المشادات بين أعضاء دولة القانون وأعضاء الأحرار كتلة المحافظ التي شككت بقانونية المستجوب الذي يشغل بالإضافة إلى عضويته للمجلس لجنة فتح وتحليل العطاءات، ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة إلى يوم الاثنين لاستكمالها. تشكيل لجان الفتح والتحليل في المحافظة محافظة بغداد من 3 أعضاء، الأستاذ عطوان العطواني والأستاذ كامل السعدي في حينها والأستاذ طه الدفاعي، لمتابعة كل الإجراءات للمناقصات والدعوات المباشرة. ليش ما نطيتوا المجال أن يمضي الاستجواب؟ ليش ما نطيتوا المجال؟ يعني منو هي؟ واضح هي، واضح هي، واضح جهة السيد المحافظ. فيما شدد المستجوب عطوان العطواني عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون على قانونية الاستجواب، متهم أعضاء كتلة المحافظ بالتشويش على الجلسة للخروج من الإحراج الذي فيه المحافظ على حد تعبيره، فيما أشار أعضاء من كتلة الأحرار على ضرورة تغيير المستجوب من أجل المضي باستكمال الاستجواب. حالة حقيقة من الفوضى، تفاجأوا بالأسئلة التي وجهت إلى السيد المحافظ وبالإشكالات اللي رصدت وثبتت بشكل رسمي وبشكل مشخص بشكل دقيق. مطالبتهم بالتغيير المستجوب لا يوجد له سند قانوني. طلبنا من كتلة دولة القانون الكثير من الشروط، منها رفع الجلسة نصف ساعة لتغيير العطوان، منها التحاكم لمجلس شورى الدولة، فلم يقتنعوا بأي شخص. فيما أشار أعضاء آخرون إلى أهمية رفع الجلسة كونها عقيمة بسبب تمسك الطرفين بحقيهما، ما يعني غياب الثمرة المترتبة على جلسة الاستجواب، ما لم تبت شورى الدولة بأحقية المستجوب في توجيه الأسئلة للمستجوب. إذا أكو مستجوب ومستجاب وأكو خلاف يذهبون إلى المحكمة الاتحادية أو مجلس شورى الدولة. هل في هذه الجلسة موجود شورى الدولة أو محكمة اتحادية؟ فالأفضل حل هو كان تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين. المشادات الكلامية هي الأبرز في جلسة استجواب محافظ بغداد من قبل مجلسها، مع غياب الدور الفاعل لرئيس مجلسها الذي رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لقناعته بلا جدوى من الاستمرار في هذه الجلسة. من مجلس محافظة بغداد، وليد الشيخ، الحرة.